الآن روزيتش يحاول في اللقطة ملعوبة لمحمد الراشد، عرضية لروزيتش، بوغاش يسجل، والثلاثي روزيتش والحاج بوغاش ومحمد الراشد يفعل اللي عليهم ويقدموا كرة مرتدة جميلة جدا لصالح التعاون في الدقيقة 25 من زمن شوط المباراة الأول، ووسط السيطرة الدفاعية أو السيطرة الهجومية لصالح فريق نادي النصر، لكن التمكن الدفاعي لفريق نادي التعاون. هنا العودة جاءت بكرة مرتبة حقيقة، كرة مرتبة، هذه عادة مرة أخرى. شوفوا كرة الراشد الجميلة، والحاج بوغش، الحاج بوغش التحرك السليم، أيضا ضعف التمركز في خط الدفاع من مباشرة من عبد عطيف، والتعادل النصراوي. محمد السهلاوي، تعادل للنصر في الدقيقة 34، اتقان جميل والابتسامة والضحكة بين هتيقة وبين كارينو، وهدف جميل. عبد عطيف يستعيد كثيرا من مستوياته المميزة ويعود مع النصر بالتحديد، يعود بتسديد كرة ممتازة جدا، كرة تتخطى فيصل المرقب اللي راح معها بتوقيت ايضا ممتاز، والله كانه كمان يعني اعتقد في لقطه ثانيه حتوضح لنا الكره كانها دخلت اصلا من البدايه. وعموما محمد السهلاوي يكملها في المرمى، هدف نصراوي اول وهدف التعادل. هذه عاده، شوفوا، لا كره على الخط، كره على الخط، ومحمد السهلاوي يكمل الكره في المرمى، هدف التعادل النصراوي. دقيقه، محمد السهلاوي، حسني عبد ربه، عرضية خالد الزيلعي، ممتازة تمريرة، حسني عبد ربه، وهدف ثاني للنصر، هدف ثاني للنصر. الكل ترك الكرة لحسني عبد ربه حتى يبتعدوا عن التسلل، وهدف ثاني نصراوي في دقيقتين. النصر يعيد النتيجة ويقلبها على التعاون في دقيقتين، النصر يعيد النتيجة يقلبها على التعاون. وخالد الزيلعي في المرتين، في البداية كان هناك الخطأ لصالحه، ومن ركلة حرة مباشرة سدد عبد عطيف وسجل اللاعب محمد السهلاوي. وفي الثانية خالد الزيلعي يصنع، شوفوا خالد ممتازة صناعة الكرة الجميلة، وعمل خير بيضو أيوبي ومحمد السهلاوي أنهم تركوا هذه الكرة، وحسني عبد ربه لم يكن متسللا أبدا وسدد باليسرى. الدول المصري يسجل في كرة مميزة وهدف في الدقيقة 36 من زمن شوط المباراة، والسابعة 37 من زمن شوط المباراة الأول. الحرب كرة في المنتصف، مقطوعة من محمد السهلاوي، والتقدم في الأمام، والسهلاوي في المرمى، هدف ثالث في الدقيقة الثامنة من زمن شوط المباراة الثاني. محمد السهلاوي، الكرات الخطيرة عندما تقطع من لاعب المحور، بالفعل كرة، والفرحة مع أيوبي والابتهاج مع أيوبي بنفس طريقة الإكوادوري أيوبي. هنا الأوروغواياني كارينيو في فرحة، وتقدم نصراوي الآن بهدف ثالث. محمد السهلاوي يتقدم ويضعها بالثقة، شوفوا الجمال، شوفوا هنا الأخطاء أحمد الحربي في معاد كرة تقدم في المنتصف، السهلاوي من مسافة بعيدة والكرة على يمين حارس المرمى فيصل المرقب. شوفوا محمد السهلاوي كيف أخذ الكرة بشكل جميل ووضعها أيضا بإتقان، ووضع جميل من محمد لاعب التعاون أمام أيضا الحارس. هذه عادة، كرة الدخول من عبد الله الشمري، وركلة جزاء، ركلة جزاء واضحة لصالح التعاون. تابع الإعادة، حكم اللقاء تنفيذ ممكن يكون من الحاج بوغش، لا أحمد الحربي مع تنفيذ ركلة الجزاء لصالح التعاون. عبد الله الشمري في المرمى، حكم اللقاء يوجه اللاعبين بالبقاء خارج منطقة الجزاء. أحمد الحربي، وهدف ثاني للتعاون في الدقيقة 30، في الدقيقة 30 من زمن شوط المباراة الثانية. أحمد الحربي اللاعب البديل، واللاعب اللي أيضا شارك مع المنتخبات السعودية في أكثر من مناسبة، أحمد الحربي يسجل.